خمس أشياء يجب معرفتها إذا مات كيم جون أون، ستنصدم عند معرفتها. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. لابد أنكم قد سمعتم في الأيام القليلة الماضية على أن رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون قد خضع لعملية جراحية في القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل، بحيث يزعم بأن حالته الصحية المتدهورة ناتجة عن التدخين المفرط والسمنة والإرهاق. ومنذ ذلك الحين لم يقم كيم بأي ظهور علني، فقد كان غائبا عن احتفالات 15 أبريل لأهم عطلة في كوريا الشمالية، عيد ميلاد جده ومؤسس النظام كيم إيل سونغ. وفي يوم السبت 25 أبريل غاب عن العرض السنوي احتفالا بتأسيس القوات المسلحة. وبحسب ما ورد، اندلع ذعر في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يونغ، حيث يشتري السكان الضروريات استعدادا للأسوأ. ونتيجة لذلك هنالك الكثير من التكهنات بأن الزعيم كوريا الشمالية مريض للغاية. اتلقى المسؤولون الأمريكيون ومجتمع المخابرات تقارير حول صحة كيم المضطربة، ولكن نظرا للطبيعة المغلقة لكوريا الشمالية فمن المستحيل تقييم شدة حالة كيم بدقة. قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. سينهار النظام بسرعة. كما أخبرناكم في البداية، فإن الأسرة الدكتاتورية تنهار بسرعة وبشكل غير متوقع، إذ تتفكك الأنظمة الفاشلة والفاشية في أقل من عام بعد ظهور علامات الأزمة الأولى. وهنا تكهن الخبراء حول الانهيار المحتمل للنظام الكوري الشمالي، والذي استمر النظام الكوري الشمالي لأكثر من 7 عقود، وذلك على الرغم من المجاعة والأزمة الاقتصادية والعقوبات الدولية والقيود المفروضة على التجارة الخارجية، بالإضافة إلى عملية انتقال للسلطة. وما يساعد في تأكيد هذه النظرية هو أن كيم لم يعين أي خليف له، والمترشح لخلافته هي أخته. ويجدر الذكر بأن تولي امرأة حكما نظاميا دكتاتوريا أمر غير مسبوق في الأنظمة الاستبدادية الوراثية. الولايات المتحدة مستعدة نوعا ما. يخطط الجيش الأمريكي لسيناريوهين رئيسيين: هجوم كوريا الشمالية على الجنوبية أو انهيار كوريا الشمالية بكل بساطة. فالولايات المتحدة تجري عددا من التمرينات المشتركة السنوية مع كوريا الجنوبية لاختبار وصقل استعدادها في هذه الحالات الطارئة. وفي هذا التحالف القوي يعمل البلدان باستمرار على تحسين فعالياتهما المشتركة، كما أن أفضل استجابة لعدم الاستقرار في كوريا الشمالية ستعتمد على متغير غير متوقع وسبب لعدم الاستقرار. وهناك العديد من المحفزات المحتملة، مثل مشاكل اللاجئين الناجمة عن نقص الغذاء وعدم الاستقرار السياسي بسبب القتال بين الفصائل والحرب الأهلية التي يسببها تغيير النظام. وعلى أي إن ورغم كل هذا، ففي ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 فمن الممكن أن يكون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية محدودا نوعا ما، وخصوصا إن هجمت كوريا الشمالية على الجنوبية. تأمين الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بسرعة. ستواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية العديد من التحديات، وذلك في حال انهيار كوريا الشمالية، لكن تأمين وتدمير الأسلحة النووية والمرافق المرتبطة بها سيكون على رأس أولويات البلدين، إذ يتمثل جزء رئيسي من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية في منع انتشار هذه المواد والأسلحة خارج شبه الجزيرة إلى جهات جديدة. وفي سيناريو انهيار كوريا الشمالية، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء نظام تطويق في جميع أنحاء البلدان، وذلك لمنع المواد النووية من الخروج إلى الجهات المارقة الأخرى أو حتى المناطق الإرهابية. وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك حاليا ما بين 20 إلى 60 سلاحا نوويا، ومخزونا قد يصل حتى 320 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، و39 موقعا نوويا، وأكثر من 40 موقعا للصواريخ. وبالنظر إلى التقدم في تكنولوجيا الصواريخ، يمكن لكوريا الشمالية أن تضرب كوريا الجنوبية واليابان، وربما حتى الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، حيث هددت بالقيام بذلك في مناسبات متعددة. وقد يستخدم كيم أول خلفة الأسلحة النووية كمحاولة أخيرة لردع التدخل الخارجي الذي يمكن أن يضمن ويسرع انهيار النظام. ستأخذ الصين زمام المبادرة عسكريا.
إحدى المشكلات الكبيرة هي أن التخطيط للطوارئ الأمريكية لا يراعي بشكل كافي دور القوات الصينية في حالات الطوارئ المنهارة. فالحكمة التقليدية هي أن التدخل الصيني سيقتصر على حد كبير على التعامل مع اللاجئين على طول حدودها، وأي إجراءات يتم اتخاذها ستدعم كوريا الشمالية. لكن التغيرات في القدرات العسكرية الصينية والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن النووي وتحديد أولويات المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة شجعت الصين على توسيع تفكيرها في السنوات الأخيرة. ومن المرجح أن تقوم الصين بتدخل عسكري مكثف إذا اندلع صراع كبير في شبه الجزيرة الكورية. إذ تشير التصريحات الصينية الأخيرة وتمارين التدريبات العسكرية أيضا إلى زيادة الاستعدادات للتدخل. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يصل الجيش الصيني إلى المنشآت النووية الكورية الشمالية في وقت أقرب من القوات الأمريكية أو الكورية الجنوبية، وذلك بفضل القرب الجغرافي للصين مع كوريا الشمالية. واحتمال ظهور القوات الكورية الشمالية مقاومة منخفضة نسبيا للقوات الصينية، كما تتمتع الصين أيضا بتحذير مبكر ما يسمح بإعداد متقدم، لأن الحدود المشتركة توفر للصين فرصا فريدة لجمع المعلومات الاستخبارية. ويشير كل هذا إلى ضرورة تغيير الولايات المتحدة افتراضاتها التخطيطية لمراعاة وجود القوات الصينية في شبه الجزيرة بعد أي علامات موثوقة على عدم الاستقرار في بيونغ يانغ. انهيار نظام كيم قد يؤدي إلى تراجع موقف أمريكا في آسيا. إن كيفية استجابة الولايات المتحدة لعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية أمر يتخلله الكثير من المشاكل نوعا ما. فعلى عكس الصين، الولايات المتحدة ليست قوة آسيوية مقيمة تعتمد على شبكة من علاقات التحالف للوصول العسكري، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يتأرجح بين الحرائق والغضب والثناء الدراماتيكي لكيم قد يخلق حالة من عدم اليقين بين حلفاء الولايات المتحدة حول الكيفية التي ستتصرف بها البلاد في المواجهة. وبالمثل، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه التحالف مع كوريا الجنوبية بالكامل، فقد يشجع ذلك الحلفاء على متابعة ترتيبات بديلة والسعي إلى مزيد من التوافق مع الصين، مما يضعف موقف الولايات المتحدة. ومن المؤكد أن عدم الاستقرار الناجم عن انهيار نظام كيم سيؤدي إلى حرب أهلية قد تشمل الولايات المتحدة كحليف لكوريا الجنوبية، وستكون هناك حاجة لمئات الآلاف من القوات من أجل عملية الاستقرار والقضاء على أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. ومن المحتمل أيضا أن تخلف مثل هذه الحرب حالات وفاة لعشرات الآلاف من الناس وحتى الملايين، لأن خيار تفجير أي أسلحة نووية أمريكية داخل كوريا الشمالية سيكون مدمرا، في حين أن الكثير يتوقعون حدوث المشاكل السياسية في كوريا الشمالية. إلا أن الوضع أكثر تعقيدا، لأن السيناريوهات التي قد تحدث كثيرة، وخصوصا في ظل رغبة الكثير من القوى العظمى التدخل السريع لإنهاء أي أزمة قد تنتج بعد وفاة الرئيس الحالي لكوريا الشمالية. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا.